حركة محامين إلى اليوم ونحن نقارب على الشهر ونحن في وقوف مستمر ونحن نلجأ قاعات الجلسات ونحن نوقف جميع الإجراءات داخل المحاكم فقط للتعبير عن صوت الشعب وفقط للتعبير عن صوت المواطن وفقط لنقول لهذا المواطن المغربي ببدلنا ونحن بالشارع على أن راه الأمر يتعلق بك أنت ولا يتعلق بمهنة المحاماة كما يحاول البعض أن يوهم ذاك المواطن بأن المحامي يتهرب من الضريبة. نحن ناس نمارس القانون، نمارس مهنة، نمارس رسالة، الأمر يتعلق بالمواطن المغربي أولا وأخيرا. من المواطن كيكلف واحد محامي فكيقول لي بان كاين مصاريف قضائيه وبان كاين راه خبره وكاين واحد مجموعه من المصاريف خاصو يتاداها داخل المحكمه باش يقدر ياخذ الحق ديالو. دابا حنايا غادي نولوا ملزمين طبقا لهذا المرسوم ديال الماليه باننا غادي نقولوا لهذا السيد هذا بان عندك واحد الضريبه غادي تخلصها كتصبيق للولوج الى العداله. ثم عندك واحد النسبه من اي تعويض غادي يكون في الملف ديالك بان الحكومه غتوضع عليه يدو غتحيد منه 20%. هذه امور اللي هي مجحفه في حق المواطن، هذه امور مجحفه في حق اي واحد اللي كيدخل لهذه المحكمه الا وكيكون ضحيه ديال شي امر هو تعرض ليه سواء على المستوى الجنائي او المستوى المدني او المستوى الاداري او المستوى الاسري. بمعنى الناس اللي كتدخل المحكمه هي ناس متضرره نفسيا واجتماعيا. عيب كنقولوا لهذه الحكومه ولهذا الوزير وهذا وزير العدل الذي تدخلوا في عمل ديال الحكومه بجميع وزاراتها انه عيب، عيب انك تستغل واحد المهنه اللي هي رساله واللي هي انسانيه واللي هي اجتماعيه باش توصل بها لجوب جيوب ديال المواطنين. راه اي حاجه تفرضات على هذه المهنه الا وسوف نفرضها على المواطن المغربي لاداء تلك الضريبه. هذه الرساله اللي كنوصلوها وهذه الرساله اللي كنبتغيو منها هذا البرلمان الذي يمثل صوت ديال المجتمع وصوت ديال المواطن وهذا المواطن اللي صوت على هاد الناس اللي كاين في مجلس المستشارين وفي مجلس البرلمان ان يعيدوا القاطره الى سكتها الصحيحه. هذا مواطن مغربي فحرام انه يكون عايش في واحد الدوله في واحد المجتمع داخل احكام وداخل محكمه جعلها الملك هي مرفق عمومي لفائده المواطن انه تدربوا على الولوج ديالو للعداله. هذا شيء عيب. ارتئينا القيام بهذه الوقفه الاحتجاجيه اليوم بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ديال جمعيه هيئات المحامين بالمغرب بالداخله ولنبعث رساله ونجدد الرسائل القادمه الى كل من السيد وزير العدل والسيد رئيس جمعيه هيئات المحامين بالمغرب بافادها ان المحامون لا زالوا متشبثين بمواقفهم الرافضه الى المس بالمبادئ الدستوريه الكبرى لعل اقلها مساواه امام القانون وحريه ومجانيه التقاضي. ولنقول لهم اننا نرفض سياسه الامر الواقع ونرفض اي شكل من اشكال ممارسه الاستبداد التشريعي بحيث نرفض تشريع لفئه معينه في غياب الممثلين القانونيين لهذه الفئه. وكذلك لننددا بالحمله الاعلاميه الشرسه التي يقودها السيد وزير العدل في مواجهه المحامين والتي تستهدف المس بهيبتهم والمس بسمعتهم داخل المجتمع وتصويرهم كما لو انهم متهربين ضريبيا والمشكل مستندا في ذلك الى معطيات غير صحيحه بحيث انه يقول ان ليست هناك زياده في الضرائب والحال ان هناك زياده في الضرائب وتعدد للتدابير التي تم اتخاذها من خلال مشروع قانون الماليه ل 2023 ومحاوله فرض الامر الواقع عبر محاوله تمرير قانون المهنه وتمرير قانون المسطره المدنيه والحال ان هذا التدبير لا يمكن استساغته ولا يمكن قبوله من قبل المحامين كقانونيين وكحقوقيين. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.